ادخرت ولايه امن القنيطره جميع امكانياتها البشريه واللوجستيكيه من اجل ضمان مرور هذه المناسبه في احسن الاجواء، ولهذه الغايه فقد سخرت جميع المصالح بما في ذلك الشرطه القضائيه، مصالح الامن العمومي، الدراجيين، للفرقه المختصه يعني الفرقه السينوفيليه. هذه الوحدات جميعا سيتم انتشارها في الشارع العام بشكل يضمن تربيع جميع القطاعات ويضمن توزيع جميع الاطقم على مختلف الاحياء والمحاور الرئيسيه بالمدينه. والغايه من هذا كله توطيد السياسة التي يشدد عليها السيد المدير العام للأمن الوطني، والتي مفادها أن الشرطة في خدمة المواطن، وأن المفهوم الجديد للسلطة يقتضي الاقتراب منه وترسيخ مبدأ المؤسسة المواطنة. في هذا الإطار إذن سيتم السهر تحت الإشراف القيادة الولائية المحلية على إنجاح هذه الترتيبات وضمان نجاعتها في الأداء والنتائج.